كلام السيد السوداني كان واضح وصريحا وموجه لكل القوى المؤثرة والفعالة على الساحة العراقية الداخلية، وكان يقصد الدول الجوار ويقصد دول المنطقة ويقصد جميع الدول. أعتقد هذا التصريح أراح حتى أمريكا نفسها. لماذا؟ نعم لأن أمريكا ما أنفكت وهي تدعي بأن هناك تدخلات، ومن خصوصا يتحدث التدخلات بالشأن العراقي من قبل إيران، وتتهم أيضا جماعات أفصال مسلحة مرتبطة بإيران هي التي تتلاعب والتي تحرك الوضع العراقي الداخلي. السيد السوداني عندما قال هذا الكلام، حتى وإن كان المتلقي يتصور أن أمريكا مشمولة، بالحقيقة لا، أمريكا كانت مرتاحة جدا لهذا الكلام باعتبار أن السوداني يريد سيادة عراقية، وأن أمريكا تنصب نفسها شرط المنطقة وهي صاحبة الوصايا الأولى، ليس فقط على العراق بل على كل دول المنطقة. وبالتالي أعتقد من يذهب بعيدا من السيد السوداني أراد بكلامه هذا إحراج أمريكا هو خاطئ جدا. بالعكس، هذا التصريح جاء إلى صالح توجهات وتطلعات السياسة الأمريكية. نعم تصريح السيد السوداني كان واضحا وصريحا تقوية السياسة الخارجية الأمريكية باعتبار هناك تدخلات في الشأن العراقي. هذا كان واضحا من خلال اعتراف رئيس الوزراء. نعم دكتور هل كان الاعتراف ضمني أو صريح؟ هذا يبقى شأن آخر، ولكن محتوى تصريح السيد السوداني أن هناك تدخلات خارجية في الوضع العراقي وفي السيادة العراقية، والعراق عازم على منع هكذا التدخلات. أمريكا رحبت باعتبار أن العراق يريد أن ينتفض، وهي تدعي دائما بأن إيران هي صاحبة اليد الطويلة في العراق. على العموم، أعتقد هكذا تصريحات صحفية بتقديري الشخصي هي لا نعم تقدم ولا تأخر كثيرا على المستوى العملي. لماذا؟ لأن نحن شئنا ما بيننا، نعم أكو تدخلات من جميع دول المنطقة تقريبا ودول أخرى، لكن بالأساس دكتور ورأسها قاسم أمريكا. هناك دولتان تتدخلان، هما النظام التركي وإيران بشكل علني في أراضي العراق وسيادته. كلش صحيح، كلام واضح وصريح. وحتى ما أعلن عن زيارة مرتقبة لأردوغان، أنا أعتبرها زيارة غير مرحبة بالنسبة لي للعراق، تأجلت. وتم تأجيلها لمفاوضات، لأن أردوغان يعني لأول مرة أرى بحياتي رئيس يعني اليوم أريد أزور بيتك، بيت حضرتك ضيف، هل من المنطق أن أفرض شروط إلى صاحب الدار؟ ماكوش منطق. يعني أردوغان تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء والخضراء والصفراء بأن يفرض شروط عن وزراء الذين يأتون قبله لحتى يأتي إلى بغداد. لا تأتي إلى بغداد، لا مرحبا بك، لا هلا ولا مرحبا. وبالتالي أعتقد عملية التدخل في الشأن العراقي واضحة وصريحة سيدي الكريم. نعم، ما ذكرت أنت إيران نعم، تركيا هل يبدو أمريكا أن العراق دكتور قاسم عازم على مناقشة كافة القضايا مع الولايات المتحدة ومع دول الجوار لا سيما النظام التركي وإيران في مسألة الانتهاكات؟ سيدي الكريم، هو العزم موجود، والعراق حقيقة خصوصا في ظل حكومة السيد السوداني، ولكن أنا برأيي أنت المطلوب خطوات في متخصص هذا بهذا الاتجاه. الوضع. نعم، أعتقد المسألة مثل مسألة صوت الرعد في الأيام الماطرة، ولكن يعني رعد دون مطر غزير. نحن نعم نسمع أصوات كثيرة واحتكاكات، والعراق سوف يعمل كذا وكذا، وتنديدات. ولكن هل نعم ولكن على مستوى هل هناك أبطار حقيقية فعلية لتروي الأرض العراقية وتجعلها خصبة بعيدا عن أي تدخلات؟ لا، بتقديري القرقعة أكثر من الفعل الحقيقي. ليش؟ لأنه حتى رئيس الوزراء يعني ما الذي يصنع، هو أيضا محدد بمحددات داخلية وخارجية، وله هو حدود ولا إمكانيات لا يستطيع أن الخروج عنها. وبالتالي هناك نعم محاولات، نحن نشد على يده في هذه المحاولات، والألف ميل تبدأ بخطوة. أنا أتمنى هذه الخطوة تكون جادة وحقيقية فعلية، ونتمنى تكون الخطوة من أجل مصلحة العراق أولا وأخيرا. نعم أستاذ.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور قاسم بلشان التميمي الباحث في الشأن السياسي والعلاقات الدولية على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من بغداد.